أول يوم في السنة الجديدة بيكون دايما مليان بالطاقة الإيجابية. أنت عندك مجموعة من الأفكار والأحلام والأهداف عاوزهم دايما يكونوا حقيقة ملموسة، تتكلم عن نجاحك على اليوتيوب. تعال بقى أديك خبرة سنين وأهم 3 نقاط للنجاح على اليوتيوب. النقطة الأولى أو اللي لازم حرفيا حضرتك تركز عليها، التخصص في محتوى واحد فقط لا غير. مع الوقت طور نفسك لما يكون ليك القاعدة الجماهيرية اللي بتحبك انت ما بتحبش محتواك، لان في فرق جدا بين الناس بتحب محتواك وناس بتحبك انت. علشان كده بطالب من حضرتك في البداية التخصص في محتوى واحد فقط، لان ده هيساعدك كتير جدا وهيساعد اليوتيوب على اقتراحك للجمهور المخصص ليك بناء على الاستهداف. لكن حرفيا لما تيجي تعمل محتوى طبخ ومحتوى روتين ومحتوى العاب وانا حبيت فيك الطبخ، تاني يوم استناك عليك بتعمل العاب مش هجيلك تاني. هنا بقى هيتحول حبي ليك لكرهة، لانك مش متواجد والحاجة اللي بحبها فيك مش لاقيك فيها، فحسيبك وامشي. وهنا انت خسرت، ما وصلتش للنجاح، لا انت هنا خسرت. ودي حاجة لازم حرفيا حضرتك تقتنع بيها، لان الى هذه اللحظة في قنوات لسه منوعات ام احمد، احنا في 2023 ولسه الناس زي ما هي. رقم 2، الاهتمام دايما بالافكار والتصوير. يعني ايه؟ يعني انا دايما شايف الشخص لازم يكون مبتكر، فكرة جديدة ممكن هي نفس الكلام اللي قلته قبل كده ولكن بطريقة افضل وتصوير افضل، ممكن يكون الفيديو نفسه افضل والفيديو اللي فات اتفرج عليه 1000 ده يتفرج عليه 7، فانت خدت 6000 مشاهدة زيادة. يعني حرفيا ممكن حضرتك تاخد افكارك القديمة وتحولها لافكار جديدة بشكل جديد وتصوير جديد، وكأن الشخص لسه بيشوف الفيديو ده لأول مرة. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، لا ده الشخص ده اتطور جدا في تصويره، حتى في طريقة كلامه، حتى في طريقة تصويره. وهنا هتعرف وتفهم ان الكلام ده مهم جدا لجمهورك، هيساعدك جدا على انك تكون جمهور بيحب التطور فيك، شايفك شخص متطور. انت ما تعرفش مدى اهمية التطور عند المشاهد. المشاهد لما بيشوف منشئ محتوى بيتطور كأنه هو اللي بيتطور حرفيا. انا اعرف ناس لما بتشوفني بصور بزاوية جديدة بيدوا ارائهم فيها كأنهم هم نفسهم اللي صوروا. رقم 3 واهم حاجة وقلتها اول يوم في السنة الجديدة، علشان دايما حلاوة البدايات والطاقة الايجابية اللي في الاول ما تروحش. يعني ايه متوحد يا فكرة؟ طاقة ايجابية اللي قلتها لي في الاول وبرضو جاي تقولها لي. دايما حلاوة البدايات بتخلي منشئ المحتوى يعمل كل اللي عليه في اول شهر ويستنى الارقام ويستنى المشاهدات. مع عدم وجود الارقام، مع عدم وجود المشاهدات، دايما بيجي له حاله من الياس والاحباط. علشان كده بقول لك انا تقريبا في اول 6 شهور كنت بعمل محتوى ليا والادمن والمامتي واخواتي، احمد اخويا او حمد اخويا، في واحد كان بيتفرج منهم والله مش فاكر مين. يعني كنت بعمل محتوى بس للناس دي بس، ما كنتش عندي جمهور جديد. مع الوقت بدات اتطور واتطور ويجي لي جمهور بعد 6 شهور. لو كنت يئست في اي يوم من الايام دي كان زماني والله العظيم حرفيا مش موجود. وقعدت كمان 4 شهور بعد تفعيل الربح بحقق 20 دولار 30 دولار 40 دولار وقبضت تقريبا بعد 4 شهور. لو كنت يئست برضو ما كانش زماني موجود. يبقى رقم 3 والاهم الاستمرارية دون النظر الى نتيجة، وان النتيجة هتيجي هتنجح على اليوتيوب. يا جماعة انا دايما مش محتاج اقولها بس الشيطان ليه ناس بتحبه. مفيش انسان في العالم ما يقدرش يعمل نفسه جمهور، مفيش انسان في العالم ما يقدرش يعمل نفسه كارير وشخصية. ده في واحد على التيك توك بيطلع يشتم الناس حابينه ويطلع يشتمهم. انت متخيل؟ انا مش متخيل ان سندس كده ليها جمهور. يعني عشان كده ليها جمهور، ايه جمهورها ده؟ فاهم؟ فانت حتى الناس دي ليها جمهور، انت مش هتعرف تعمل جمهور، يبقى تهزر. يبقى الطاقة الإيجابية اللي في الأول هتروح وهتضلك طاقتك الحقيقية اللي هي مفروض جواك النبعة منك أنت. وقتها هيبقى الباور قليل جدا عنك تصور أول فيديو أو تاني فيديو أو 10 فيديو. أنا مش قادر خلاص، مش مكمل، منجحتش، أنا هسيب اليوتيوب. وهيبقى نتيجتك نتيجة ناس غيرك كتير جدا وصلوا لنفس المرحلة بسبب إن هما كانوا دايما مستنين النتيجة في أسرع وقت، وانا مش عايزك تستناها في اسرع وقت.
خلي دايما الاهداف اللي انت عايز تحققها طويلة المدى، ولكن خلي برضو في اهداف صغيرة انت تحققها وتفرح بيها، وبكده يبقى انت بتفرح وبتحقق الاتنين سوا. لكن تقول حوصل 100,000 في 4 شهور، في ناس عملوها بس انت مستحيل تعملها، خصوصا ان حضرتك مش عندك الامكانيات في البداية. زي في البداية ما كانش عندي الامكانيات اطلاقا. وعايز اقولك ان في 2023 الفيديوهات القصيرة بتجيب مشتركين في غمضة عين، فدي فرصتك، اوعى تضيع الفرصة. شكرا للجميع.